في كان نحيو المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي على المستوى اللي قدم لنا الرائع والاستماتة القوية ديال جميع اللاعبين، كما كان نشد الجمهور اللي زعما ما عندي ما نقول فيه، حنا اللي حطمنا الرقم القياسي هنا بالحضور ديالنا في قطر كاين غير المغرب وديما مغرب. عند بروين Where is De Bruyne? السلام عليكم. Where is De Bruyne? I don't see him. السلام عليكم. والدراري غيانا ديغ اجوردوي تقاتلوا الرجال لعبوا من نفس ما عندك ما تسال دراري كاملين والجمهور حاضرين وكل شيء واعر داكشي زوين. ان شاء الله لا كاليفيكاسيون ان شاء الله لينا والسعودية وكاع العرب ان شاء الله. برافو عليكم الاولاد، برافو عليكم وديما مغرب. في الاول شويه تستريسينا لانه بلجيكا كانت داخله بثلاثه خمسه جوج، كانت بخمسه في السونتر وحنا عندنا ثلاثه لاعبين بأناحي واملاح ومرابط، فكان شويه الضغط على الدراري ديال الوسط. هذاك الشيء علاش الدراري ما لعبوش في الاول، ما كانتش كره كدور، ما كانتش كومبيني، ما شناش دي كومبينيزيون، وكانوا الدراري شويه ما دخلوش في الماتش. دوزيام ميطا الدراري دخلوا، ما تنعرفش واش وليد حفزهم واش دوزيام ميطا. بدينا كنشوفوا المنتخب كما كنبغيو نشوفوا ومبروك علينا، وكيف ما كنقولها بلونغلي موروكو اور نوثينغ، المغرب ولا شيء، مبروك علينا. مبروك للشعب المغربي الشقيق، اليوم كلنا خلف منتخب المغرب، كل الدول العربية اليوم اجتمعت على حب المغرب. منتخب بلجيكا احنا سوينا خلطة بالكويت واليوم المنتخب المغربي خلص عليهم وخلطهم خلط، مبروكين مبروكين. اليوم مباراة رائعة، اليوم مباراة رائعة وكل شيء كان مزيان، كل شيء كان مزيان، المدرب، اللاعبين، مدرب من أعلى مستوى، مدرب وليد الركراكي من أعلى مستوى، لاعبين منضبطين من أعلى مستوى، جمهور رائع، جمهور رائع، هذه هي بلادنا، هي هذه، هذه هي بلادنا، ديما مغرب. أول حاجة مبروك علينا لي 3 بوان على الماتش الأول، حاليا عندنا 4 بوان، يعني الحظوظ ديالنا مزيانة، نتمنى إن شاء الله التوفيق مع الماتش الديغنيي افيك كندا، ومبروك مبروك علينا ومبروك على المغاربة كاملين سواء اللي يعيشوا هنا أو اللي يعيشوا في المغرب. ديما مغرب وديما الثقة في النفس، الوالد من المغرب قال لي مربوحة، دونك مربوحة، جوج لزيرو وهذه البداية ومازال مازال. الحمد لله اليوم ربحنا، شجعنا الفرقة ديالنا، كلشي داس المستوى، تحية لوالد الركراكي وتحية للدراري اللاعبية كاملين، قدموا واحد الأداء تبارك الله عليهم، ما عندي ما يتسلوا وصافي، شكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، كما دخلنا في الشوط الأول دخلنا بواحد الأداء اللي هو شوية دفاعي وشوية هجومي، وتمكنا أننا نوصلوا للشباك في الآخر الشوط الأول. الشوط الثاني كان يمكننا نسيروا بنفس النسق ونماركيو في الشوط الثاني، وديك الشيء اللي وقع. وليد الركراكي تكتيكمون واعر بزاف، وحنايا كنساندوا المنتخب الى اخر رمق. السلام عليكم، الف مبروك لكل اخواننا واهلنا بالمغرب من لبنان. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.